هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أهلا بكم مشاهدينا إلى مسار السوق في يوم الأربعاء. الجلسة كانت فعلا متباينة، الكثير من المتغيرات حفلت بها الجلسة إن كان على مستوى السوق القطرية حتى على الأسواق الإماراتية. عادت السوق في التداولات في سوق دبي لتدفع السوق إلى مزيد من المكاسب، لكن قيم التداولات بقيت ضمن متوسطات أقل من المستويات التي حصلنا عليها في الأسبوع الماضي. إذن لنذهب إلى عناوين مسار الأسواق، ويرافقنا في هذه الجولة السيد زياد دباس معنا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ زياد، يعني وسيتابع معنا طبعا كل هذه التفاصيل حتى على مستوى القطاع العقاري المتوقع له أيضا مزيد من التراجع في 2017 في دولة الإمارات. بعد هذا الفاصل نذهب إلى العناوين، ومثل ما تأخذنا الزميلة حفيظة إلى تفاصيل الأرقام. هدوء في تعاملات الأسواق الخارجية ترقبا لمجموعة من التحركات الاقتصادية العالمية. مؤشر دبي يتماسك في اللحظات الأخيرة، والكويت يواصل حصد المكاسب. وبدعم من تحسن المناخ الاستثماري، الإمارات تنتزع الصدارة خليجيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2016. وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة يكشف لسي ام بي سي عربية عن الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، ويؤكد على وجود ضغوط على دخل الشركة خلال 2016. نلقي نظرة مشاهدينا على إغلاقات الأسواق الخليجية لهذا اليوم. نبدأ بسوق الكويت، لازال مؤشر السعر بأدائه الإيجابي وأسعار الشركة في ارتفاعات. 50 نقطة يضيفها المؤشر اليوم عند مستوى 6351 نقطة، والمكاسب 8 أعشار، لكن في المقابل كان هناك نوع من جني أرباح على عدد من الأسهم في القياديات، 8 أعشار من التراجع، والوزن 20 نقطة المئوية. الأسواق الإماراتية اليوم بأداء إيجابي، 16 نقطة المئوية مكاسب على سوق دبي، تمركز فوق مستوى 3694 نقطة، إذا يكاد يلامس مستويات 3700 نقطة، 21 نقطة من المكاسب. أبو ظبي 32 نقطة من المكاسب و17 من الارتفاعات. مؤشر سوق مسقط أيضا الجلسة الثانية على التوالي 13 من التراجعات. وبورصة قطر نلاحظ أن المؤشر اليوم يتراجع بقرابة 14 نقطة المئوية، 47 نقطة فقدها المؤشر وعند مستوى 10880 نقطة. وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في العام 2016. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. حلت دولة الإمارات في مراكز متقدمة على سلم الدول الأكثر جذبا للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدعم الإمارات في هذه المراكز قوة بيئتها التشغيلية القائمة على أرضية صلبة، إضافة إلى التحسن المستمر في مناخها الاستثماري بفضل الأنظمة والتشريعات المحفزة. فخلال العام الماضي استطاعت دولة الإمارات جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار، لتحتل بذلك الصدارة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة. وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات بلغت 119 مليار دولار بنهاية العام الماضي. كما أشارت الوزارة إلى أن التشريعات التي تعمل الحكومة عليها في 2017 سيكون لها أثر إيجابي كبير على رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة. النمو الاستثماري الذي شهدته الإمارات خلال العام الماضي لم يقتصر على التدفقات الواردة فقط، بل شهدت الاستثمارات الصادرة للخارج زيادة هي الأخرى، وصولا إلى 9.3 مليارات دولار بنهاية 2016، مرتفعة من 9 مليارات دولار سجلتها في العام الذي سبقه. واللافت أن الاقتصاد الإماراتي استطاع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016 بنسبة قدرها 3.8%، محافظا على الوتيرة نفسها في نموه الاقتصادي لعام 2015 على الرغم من التحديات والصعوبات التي عصفت ببعض الاقتصادات الأخرى.
إذا مع نعاود الترحيب بالسيد زياد دباس معنا في الاستوديو. سيد زياد، كما لاحظت واضح أنه حتى من بداية هذا العام قوى شرائية واضح أنها مهتمة بالأسواق إن كان في الخليج أو حتى في الإمارات. بطبيعة الأحوال كيف يكون تصرف السوق طبعا مع هذه المعطيات؟ هل أسعار النفط والاتفاق الذي وصلت إليه دول أوبك وأيضا أو يعني بالنسبة لاقتصاديات أوبك مع الدول المنتجة الأخرى، هذا ما ساعد أيضا هذه يعني الاسترخاء للتوجه للسوق، أم هناك أسباب أخرى بطبيعة الأحوال؟ طبعا هو يعني أول شيء ملفت أنه إحنا السيولة عندنا مثلا اليوم السيولة عندنا معظمها لا تزال مضاربية وتركز على أسهم مثلا اليوم بالتمويل الخليجي أكثر من حوالي 400 مليون درهم، يعني ثلث التداول في سوق دبي. أيضا شركات خليجية الآن عندك مثلا قبل فترة كان مثلا شركة أسماك، يعني في شركات كثير عمالها بصير عليها مضاربات شديدة وللأسف ما في توضيح للمستثمرين أنه شو أسباب هذا الارتفاع، يعني هل ارتفاع منطقي غير منطقي، مين يشيل إشاعات؟ أحيانا هناك إشاعات تصدر يعني كنا نسمعها سيد زياد، ومن ثم تعود الشركة لتنفي مثل هذه الإشاعات ومع ذلك تستمر الارتفاع. طيب ما هو المطلوب من الشركة أن تعمله أكثر من ذلك؟ يعني هو شوف هو بصراحة يعني الآن مثلا ما فيش أي جهة عمالة بتحلل القيمة العادلة للشركات، يعني لابد أنه جهات استثمارية تحلل، يعني سهم سين يساوي سعره كذا كذا. يعني أنا لما أقول لك والله الاتحاد العقارية اليوم كان استثمار الأجنبي ما بقدرش تدخل عليه لأنه وصل الليمت، شو السبب؟ أو رأس الخيمة العقارية بصراحة هو مثلا سهمين كانوا أقل من قيمتهم العادية، مثلا رأس الخيمة العقارية نص درهم وهي عندها أرباح كبيرة وعندها احتياطيات وتوزيعات جيدة، بس في شركات أنت الآن ما بتعرفي. وبعدين يعني اليوم واحد بقول عن سهم سعره الآن درهمين راح يصير 10، يعني طبعا من يقول؟ طب هو المتداولون يعني المضاربين المضاربين يعني طب بنك إمارات دبي الوطني اللي هو أكبر بنك في الدولة حاليا قبل اندماج بنك أبو ظبي سعره 9 دراهم أو أقل شوية. طبعا ما صار في أي تفاعل مثلا على سبيل المثال مع أخبار بنك نتائج بنك دبي الوطني توزيعاته 40% حافظ عليها، ما صارش في أي تفاعل. فصحيح احنا طبعا لا شك أن العوامل الخارجية تلعب دور إيجابي حاليا. نعم. طبعا هو سعر النفط بصراحة كان عندنا السنة الماضية كان له تأثيرات سلبية كبير على حركة السوق. الآن ارتفاع سعر النفط والتوقعات كلها بتشير على أنه سيستمر بالارتفاع، طبعا هذا له تأثيرات إيجابية على معنويات وأيضا على إيرادات دول الخليج، إيراداتها طبعا هي بتزيد نفقاتها، انفاقها هذا منعكس على ارباح الشركات طبعا لا شك كله. اضافه الى انه طبعا الان في برضه في تفاؤل بموضوع الاقتصاد الامريكي، طبعا برضه في تاكيد على انه راح يصير في زياده في سعر الفوائد. الان الاقتصاد العالمي كله بصوره عامه الان متوقعين يكون نمو حوالي 3.8%، طبعا هذا بصراحه نمو جيد، يعني نعم. في دول أقل من 1%. طبعا إحنا الإمارات اللي نقول إحنا طبعا وضع اقتصادي ذكرته الآن بالتقرير من 3.5% نموه، فكل المؤشر يعني كل العوامل الخارجية اللي كانت تضغط سلبيا على أسواقنا، تذكر أيام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نعم. أسواق انهارت بعضها، نعم. وعندك أسواق برضو ترامب لما نجح أو ما نجح مدمرت الأسواق برضه. نعم. لكن بعد فترة كان في رالي من الارتفاعات بعد التنصيب بعد ما ربح ترامب الانتخابات كان هناك رالي من الارتفاعات نسبة الأسواق الأمريكية، لم نجاري يعني كثيرا. إحنا ما جارينا، إحنا بنجاري بالنزول. وحاليا هو الواضح أنه على نوع من التراجع. يعني أصبحنا الآن يعني متفائلين إنه الاقتصاد الأمريكي حيستمر بالارتفاع سعر الفوائد لأنه الآن البطالة عندهم نزلت إلى مستويات متدنية جدا، وأيضا عندهم كل المؤشرات أصبحت إيجابية. وطبعا تعرف أنه الاقتصاد الأمريكي له تأثيرات إيجابية على اقتصاديات المنطقة واقتصاد الخليج بالذات، يعني لما يكون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد بنعكس على كل الاقتصاديات العالم. لكن يعني صحيح بحكم الارتباط أيضا بالنسبة للدولار الأمريكي بالعملات الخليجية. الدولار الأمريكي طبعا شايف أنت ارتفاعه الآن القياسي بالرغم أنه مر ببعض الفترات أنه في شوية تراجع، يعني قد لا يساعد الاقتصاد، لكن برضه طبعا وضعه الدولار الأمريكي لا يزال
يعني كثير دول. لكن عذرا منك استاذ زياد، يعني حتى حسب الكثير من التوقعات، حتى الاي ام اف اليوم كان في اخر توقعاته يشير انه الوضع في السعوديه قد ينكمش، يعني حتى نرى انه الاقتصاد قد يذهب الى ارتفاع الى نمو فقط باقل من نصف نقطه، يعني 14 نقطة مئوية، والايرادات قد تؤثر، وهذه مراجعه عن مستويات صحيح. كان متفائل فيها الاي ام اف، وحتى بالنسبه للسعوديه الحكومه كانت قد اصدرت يعني نوع من التوقع انه 1.4% مستوى النمو وليس 14. صحيح. هو طبعا هو بصراحه في بلاحظ في عده وجهات نظر بالنسبه لموضوع الاقتصاد السعودي. الاقتصاد السعودي طبعا تذكر يعني كان هو اكبر دوله منتج للنفط واكثر دوله عندها ايرادات. طيب هذا هنا اريد عكس مثل كل هذه التوقعات على وضع الاسواق الاماراتيه، ان كان على مستوى العقار، ان كان على مستوى الاستثمارات السعوديه التي تدخل، لانه هذا الامر مهم طبعا. كثير من قطاع التجزئة يهتم كثيرا بالمستهلك السعودي الذي يأتي، الفنادق أيضا تهتم، هذا الأمر بدأ يؤثر. والله شوفي هو بصورة عامة أعتقد الأفراد، طبعا احنا نفرق ما بين الأفراد والدولة، يعني اللي خلينا نقول عندنا نسبة عالية من السعوديين أغنياء، هذول اللي بيجوا مثلا بيشتروا شقق عنا، هذول اللي بيجوا بالأعياد الى اخره، هذول عندهم استهلاك، هذول يعني بالعكس الامارات بالنسبه لهم هي مقصد سياحي واصبحت واستثماري، حتى اسواق الاسهم اصبحوا ايضا يهتموا فيها. لكن بصوره عامه طبعا اذا ارتفع سعر النفط بالنسبه يعني وصل ل 60 دولار، هذا بالعكس ايجابيا بشكل قوي على ايرادات السعوديه، وبالتالي هذا بينعكس على كثير مؤشرات وبينعكس على معدل النمو. فهم طبعا في ناس متفائلين وفي ناس متشائمين يعني، لكن انا بلاحظ انه السوق السعودي متفائل بصوره عامه، يعني السوق السعودي حقق نمو جيد جدا السنه الماضيه، في يعني كل الخسائر تعرض لها بدايه السنه كلها عوضها، ولا يزال السوق السعودي الان يعني خاصه في ظل انه الان تعرفي خطه 2030 صحيح. السعودية هاي طبعا هاي خطة مهمة جدا، إعادة الهيكلة بالنسبة للاقتصاد السعودي أيضا. نعم لكن بالنسبة للمؤشرات أو الأسواق الإماراتية، حركة الاستثمار كما ذكرت حاليا هي ربما مرتبطة بالعديد من البيانات التي تظهر، سواء صندوق النقد الدولي أيضا بيانات بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، كلها منبئة ومبشرة بالخير خلال 2017. كيف ننظر حاليا للحركة؟ هل ننظر للمستثمرين حاليا أنهم ينظرون لهذه البيانات أكثر، أم أنهم يروحون مع التوزيعات باعتبار أن نهاية السنة والكل ينتظر طبعا؟ والله شوف هو احنا في عندنا عده شرايح، في مستثمرين خاصه المؤسسيين اللي هم الاجانب بهمهم الارقام هاي، بهمهم النمو، لان النمو الناتج المحلي الاجمالي بالعكس على اداء القطاعات، على اداء الشركات، بهمهم التصنيف الائتماني، بهمهم كل الامور هاي اللي بيعتمدوها احنا طبعا اللي الاسباب الاساسيه يعني فاندمنتال، يعني هاي الاجانب بيهتموا بها المؤسسيين. الافراد عندنا هون بصراحه يعني نسبه بسيطه بتهتم عندنا، وللاسف انه الان اصبحت عندنا شريحه المضاربين او سيوله المضاربين هي الاساس صارت حاليا، وشريحه المضاربين اخر شيء، يعني حتى الان لما يشتروا سهم من الاسهم الان اللي هي اعمال السحب والحصه من السوق، اسالي عنه، اسالي اي واحد، انا سالت امبارح واحد قلت شو القيمه الدفتريه بوك فاليو السهم هذا؟ يعني شو بدي بالقيمه الدفتريه؟ نعم هو فعلا كل المضى يعني طيب يعني احنا الان انت في عندك مؤشرات هي اللي بتحدد سعر العادي للسهم، هم كلهم يريدون ان يلحقوا بهذه الموجه. طيب فيما يتعلق بتبادل الادوار بين دبي وابو ظبي، برايك ابو ظبي هل سيلحق يعني سيلحقه دور من الارتفاعات، وخصوصا يعني دائما كانت تسيطر عليه بالفتره الماضيه على الاقل موضوع الاندماج بين ابو ظبي الوطني والخليج الاول، وايضا صحيح. الاتصالات يعني هل هناك من عوامل جديده طيب يمكن ان تدخل لتشعل هذه السوق؟ هو صراحه ملفت الفرق ما بين التداول في دبي وابو ظبي، يعني اضعاف دبي طبعا. ليش؟ لانه المضاربين بطبيعتهم هم دائما يتجهوا سوق دبي، وطبعا بيعتقدوا انه يعني هو السوق هذا يعني خاصه عندهم كثير شركات كانت سهل المضارب عليها، شايف؟ سوق ابو ظبي احنا طبعا هو بيعتبروه سوق استثمار طويل الاجل، لانه ما في عندنا احنا اسهم مضاربه الا يعني اسهم محدوده جدا، يعني عرفت كيف؟ الان البنوك يعني احنا متوقعين يكون سنه توزيعاتها عاليه جدا،
بسرعه، بالرغم انه يعني الاوضاع شوي يعني، لكن البنوك الكل سيوزع برايك بالقطاع انا الوصفي. اعتقد البنوك ابو ظبي كلها راح توزع، وقد تكون يعني بنك الخليج الاول وبنك ابو ظبي الوطني لهم توزيعات برضو عاليه استثنائيه، لانه قبل الاندماج تعرف على اساس انهم يكرموا المساهمين، هاي توقعاتي انا طبعا. لكن هذا سيؤثر على ملاءة المالية طبعا لهذا الكيان المندمج. طبعا هو اصلا الكيان المندمج صراحة يعني كل مؤشرات المالية قوية جدا عنده. اول شيء عنده احتياطيات، مثلا عند بنك ابو ظبي، بنك ابو ظبي عنده احتياطيات ضخمة، عنده ارباح مدورة عالية، وعنده سيولة عالية، بالتالي بعدين نسبة القروض للودائع برضه عنده مش عالية. نعم، كل المؤشرات هي ايجابية، وبالتالي يعني بنك ابو ظبي الان بعد الاندماج ممكن انه يزيد حصه المساهمين عنده بالارباح، لانه هاي ارباح طبعا كان ما كان يوزع، يعني يوزع جزء بسيط منها، مرات كان يوزع بعض السنوات. سيكون سخيف النهايه حاليا، السنه هاي هي سنه وداع. نعم سنه وداع، فهو بده يكرمهم على اساس انه يعني يدعوا له. فهي الامور كلها الحمد لله. احنا اعتقد بس ابو ظبي قلت لك انه سوق استثمار طويل الاجل. نعم، وبصراحه يعني ضروري السوق ترتفع سيولته، هذا يعني لابد اداره السوق انها يعني ترتب مع الشركات نفسها. صحيح، عرفت كيف؟ انه شو انتم نجلس يعني شو وسائل رفع سيولة السوق، لانه في كثير من المستثمرين ما بفضلوا يدخلوا بسوق سيولته ضعيفه. أكيد. او شركه معدل دوران اسهمها ضعيف. احنا للاسف عندنا شركات تامين في الامارات في ابو ظبي شوي تحركت لما صار هذا الموضوع، بعدين بتنام. وقطاع العقار اللي هي الان شركه هاي الدار مثلا، يعني شركه قياديه هاي. نعم، يعني الان شو يعني وضعها، يعني ما في حركه. نعم، عليها. اشكرك سيد زياد دباس فعلا على كل هذه المعلومات. شكرا شكرا والله لك. والله مقصرين احنا ان شاء فيك. الله. فإذا مشاهدينا نستمر بتغطيتنا للاخبار في مسار السوق، لكن ناخذ هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. وتعرض القطاع العقاري في إمارات دبي إلى ضغوط قوية خلال العام 2016 نتيجة تراجع الطلب العام وارتفاع حجم المعروض. نستعرض مع الزميل محمد فتحي أبرز ملامح القطاع العقاري في دبي خلال هذا العام. شهدت أسعار وإيجارات العقارات في دبي تراجعا في عام 2016، هذا التراجع يعتبر للعام الثاني على التوالي بعد 2015 كان التأثر بشكل رئيسي بأسعار النفط والتراجعات التي شهدها وأثرت على أداء القطاع العقاري وعلى الطلب على العقارات، ولكن تبقى هناك أيضا عوامل أخرى. في 2017 الأمر أصبح يتعلق بإكسبو 2020، هناك حالة إيجابية وحالة من التفاؤل في معظم التوقعات. هذه هي البيانات. إيجارات العقارات في دبي في 2016 كانت متراجعة ب 4% بالنسبة للشقق، 4.7% بالنسبة للفيلات، كان 3.6%، هذه هي التراجع بالنسبة لقيم الإيجارات. ولكن في 2017 المتوقع هو إطلاق مشاريع جديدة وبالتالي تسليم الوحدات أيضا جديدة، مما يعني أن العرض سيكون مرتفع أيضا بالنسبة للقطاع السكني بالنسبة للإيجارات في هذا العام الجديد. متوسط أسعار العقارات، وهنا نتحدث عن الأسعار وليس الإيجارات، الشقق تراجعت 2.9%، الفيلل أيضا تراجعت 7.2%. من المتوقع أن تستقر الأسعار إلى حد ما، أو يعني يجد هذا التصحيح الذي شهدناه على مدار العامين الماضيين بعض الهدوء أو العودة مرة أخرى إلى الارتفاع خلال هذا العام، ليعود وكما تشير التوقعات العقارية أن يعود القطاع العقاري في دبي للأداء بشكل أفضل ويتفوق على أداء السنوات الماضية بعد نهاية هذا العام وفي 2018. المخاطر بالنسبة ل 2017 هي الارتفاع السريع في مستويات العرض. طبعا هناك الكثير من المشروعات في دبي في الوقت الحالي، وبالتالي هناك أيضا توقعات ب 70,000 وحدة ستضاف بين 2017 و 2019، كل هذا في إطار الاستعداد لإكسبو
2020، وربما إكسبو 2020 يكون هو العامل الذي يحد من هذه المخاطر بدعم بعض الطلب مع الزيادة في الكمية المعروضة. ماذا عن إيجارات المكاتب في دبي بالنسبة لبداية العام؟ بالنسبة ل 2016 كان المعروض 8.9 مليون متر مربع، في 2017 إلى 2019 التوقعات هي إضافة 900 ألف متر مربع، يعني نتحدث تقريبا إضافة 10% من المساحة الموجودة حاليا في 2016. الإيجارات بالنسبة لإيجارات الدرجة الأولى، المكاتب الدرجة الأولى كانت مستقرة، لم يحدث تغير في الأسعار، ولكن إيجارات متعددة الطوابق أو التجارية بشكل عام كانت على تراجع ب 12%، يعني التراجعات أيضا طالت المكاتب والقطاع الأعمال بالنسبة فيما يخص الإيجارات. وفيما يخص أيضا قطاع الضيافة شاهدنا بعض الأرقام، كانت سعر الغرفة في دبي بالمتوسط متراجعة 10.3% خلال 2016، معدلات الإشغال ارتفعت لتعوض قليلا من هذا التأثير بنصف بالمئة، وبالتالي كانت إيرادات الغرفة في المتوسط 542 درهم للليلة الواحدة كمتوسط لقطاع الضيافة في دبي خلال عام 2016. هناك بعض المخاطر المتعلقة أيضا ب القطاع بالنسبة للعام الجديد، هناك سيتم تسليم 32 ألف غرفة جديدة بين 2017 و2019، طبعا هذا هو التهديد، ولكن ربما هناك نمو أيضا في أعداد الزوار. لاحظنا خلال العام الماضي أكثر من 300 ألف شخص كانوا زائرين بالنسبة لدبي، وبالتالي ربما يعوض العدد أو الارتفاع في أعداد الزوار هذا الارتفاع أيضا في المعروض بالنسبة لقطاع الضيافة في دبي. وتوقع صالح السلمي رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا أن يستمر الأداء الإيجابي لسوق الكويت للأوراق المالية، وقال في تصريحات حصرية لسي إم بي سي عربية أن أسعار الكثير من الأسهم لا تزال بعيدة عن قيمتها العادلة، وهو ما يبقي الزخم الشرائي قويا. مثل ما يقول الاستقطاب اللي قاعد يصير اليوم بسبب أن الريسك الموجود اليوم في السوق في ظل هالأسعار، حتى بعد هل 200 أو 300 أو 400 أو 500 نقطة لا زال هناك في أقل ما يمكن، وهذا اللي جعل التداعي من قبل جموع المستثمرين أو المهتمين بالسوق أنهم يعني يتجاوبون مع هذا الصعود اللي حدث صار لشهرين أو أكثر من ذلك. طيب أستاذي، لابد أن نسأل ما الذي فجر هذه الشرارة فجأة ونحن يعني كنا قد اعتدنا على خيبات الأمل كما يقول؟ هي يمكن إعطاء الحكومة أو المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وهذا تفسيري يعني الشخصي، إلى مدراء محافظ ما قيمته 100 مليون تم استخدامه، وهذه كانت يمكن بوجهة نظري الشرارة اللي أوقدت هذا، ما نقايل التنين، هذا السوق، هذا السوق أوكي. وبالتالي استمراره في هذا الأمر أدى إلى فعلا أن دوائر الانعكاس تستمر، وأدت إلى استقطاب هذا الانعكاسات هذه أو الصدى اللي حدث من إلقاء الحجر ذاك، أن يكون في له صدى وخلت الناس فعلا تقبل على الاستثمار في سوق الأوراق المالية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي إن الشركة حريصة على المحافظة على المركز المالي الجيد، مضيفا في لقاء خاص مع سي إن بي سي عربية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي إن الشركة تعتزم التوجه للبنوك لتمويل استثماراتها في البنية التحتية. احنا حريصين طيران جزيرة على ان دائما نحفظ على مركزنا النقدي العالي. طيران جزيرة الان دخل على مشاريع جديدة، استثمارات جديدة، ومع وجود هذا النقد العالي بالميزانية، لكن احنا نطلع كذلك الى تمويل من خلال البنوك لنعطي اعلى عائد لمستثمرينا. فسنتجه البنوك التجارية قريبا ان شاء الله لتمويل بعض المشاريع البنية التحتية لطيران جزيرة. نعم، ما يزال موضوع الطيران الكويتي او الخطوط الجوية الكويتية عالق فيما يتعلق بشراكاتكم المستقبلية معهم، لماذا؟
لماذا حتى الآن لا نجد طريقة لتستحوذ على هذا الكيان وتكون كيان قوي في السوق الكويتي؟ طيران جزيرة وخطوط جوية الكويتية مكملين لبعض، واحنا الآن واحنا نتكلم الآن بين تعاون كبير جدا في الخدمات الأرضية، في الكيترينج، في أمور كثيرة، الصيانة إلى آخره، ما بين خطوط الجوية الكويتية. لا ننسى أن الجزيرة ما كانت تصل إلى الأجواء لو ما التعاون خطوط جوية الكويتية. طبعا بعد مرور 10 سنوات لله الحمد بنت نفسها طيران جزيرة، وصلت لهذه المرحلة. نطلع المشاركة القادمة مع الحكومة إذا حبت بالمرحلة القادمة أن تدخل طيران جزيرة ونوظف جزء من النقد المتوفر لدينا أن ندعم حركة الخطوط الجوية الكويتية، أو ندعم بعض بصراحة فيها. فنتمنى يكون هذا مثال أو موديل يحتذى به لباقي دول المنطقة. وكان مسار السوق حافلا بالأخبار. شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.